العنف ضد المرأة بأشكاله وأنواعه المختلفة آفة تعاني منها المجتمعات بما فيها المجتمع الفلسطيني. فبحسب ما ورد عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، بلغت نسبة الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 عاماً و64 عاماً ولم يسبق لهن الزواج وتعرضن لأحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد الأسرة خلال فترة حياتهن حوالي 80%. 93% منهن تعرضن للعنف الجنسي، بينما تبلغ نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لأحد أنواع العنف من قبل الزوج حوالي 70%، ما يقارب 85% منهن تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج. في الأراضي الفلسطينية لا يتجاوز عدد مراكز رعاية وحماية المرأة التي تتعرض حياتها للخطر أصابع اليد. قمنا بزيارة أحدها للاستماع إلى قصص بعض النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي وتمكننا من الوصول للمركز. أكثر من بنت توجهت لنا وتكون بسن صغيرة تم استغلالها من قبل الأسرة. صبية عمرها 26 سنة، الصبية هاي كانت تتعرض من طفولتها من عمرها 6 سنين لاعتداء من قبل الأب. صبية كمان كان عمرها لما وصلت المركز كان عمرها 20 سنة. الصبية هاي كان بيتم استغلالها جنسيا من قبل عمها، فتكمل الاعتداء عليها على 19 سنة. كانت الأم والأب الصبية من عمرها 12 سنة كانت تستغلها بأنه هي تجيب أشخاص وتفوتهم عند بنتها مقابل مبلغ من المال. يعني كانت تستغل البنت الكبيرة وبعد هيك صارت تستغل البنت الأصغر والبنت الثالثة. من تمتلك الجرأة وترفع صوتها عالياً لفضح المعتدي غالباً ما تتجه أصابع الاتهام نحوها. من التحديات أنه عدم تقبل المجتمع أنه المرأة تكسر حاجز الصمت وتتحدث عن دائرة العنف اللي بتعيشها. دائماً في صعوبة لإعادة تقبل المرأة من جديد داخل المجتمع بعد خروجها، وخاصة أنه صار في وصمة لإلها. حينما يتحول عنوان اللجوء للحماية إلى مصدر للخطر، يصبح من الصعب على المرأة تجاوز الألم. بيعانوا النساء من شعور بالعار، شعور بالخزي. كثير من البنات كانوا يحكوا لنا أنا بكرف جسمي، أنا بحس أني أنا وسخة، أني أنا إنسانة مش كويسة. كثير منهم كمان يعني بتذكر صبية كانت بالمرة طول الليل وطول النهار تضلها قاعدة تحكي أنا ما بقدر أنام، أنا ما بقدر يتسكر علي الباب، لأني أنا لما بشوف الباب مسكر وانطفى الضوء أنا بترجع للتجربة اللي أنا عشتها. عدم وجود قوانين صارمة وعقوبات تتخذ بحق المعتدين يشجع على وقوع جرائم الاعتداءات الجنسية. مشكلة قوانيننا أنها لم تعرف التحرش الجنسي، لم تورد أشكال للتحرش الجنسي، وبالتالي لم تفرض عقوبات على أشكال العديدة المختلفة للتحرش الجنسي. السفاح الذي يكون بين القربة مجرم بعقوبة جنحوية للأسف غير رادعة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات. حالات كثيرة، منها ما هو معروف ومنها ما هو أسير الخوف والعادات والتقاليد، ولكن تبقى العديد من الأسئلة قائمة. لماذا التمسك بقوانين لا تفرض عقوبات رادعة على المجرم؟ ولماذا التمسك بعادات تصنع من الضحية مجرما؟ لبرنامج شعاع الأمل نبال فرسخ، تلفزيون وطن.